الأمر وصل إلى مرحلة أنه السفير الإيراني ينزل على أرض الأنبار ويختار بين المرشحين ويدعم ليس بالعلن ولكن واضح جدا دعم السيد سالم العيساوي من خلال وصوله إلى رئاسة مجلس النواب. هذا الأمر حقيقة هي بداية تشكيل هذه الحكومة، هي كانت من الثلث المعطل. نعم. وهذا الشيء لا يخفى على إدارة الدولة ولا يخفى على الإطار التنسيق. الأمور معقدة شيئا ما. نعم شيخ عبد الله، بحسب التسريبات هنالك 4 سيناريوهات يدرسها حزب تقدم برئاسة الحلبوسي، من ضمن تلك السيناريوهات هو الانسحاب من العملية السياسية برمتها على غرار ما فعله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ما هو السيناريو الأقرب لتقدم ولرئيسه محمد الحلبوسي؟ بالتأكيد القرار النهائي للخيارات يقع على عاتق سيد الحلبوسي وقيادة حزب تقدم. نحن كمقربين كداعمين لهذا الحزب ولشخص السيد الحلبوسي نرى أن الخيار أكيد يحسب له ألف حساب حتى يمضي بهذا الاتجاه. هو يحاول قدر الإمكان بناء العملية السياسية والمشاركة السنية الفعالة بدون شائبة، لكن ما نراه من الأطراف الأخرى هو هدم للعملية السياسية بكسر الإرادات من خلال عدم وجود شخص من حزب تقدم وهو الأمثل، عذرا وهو الأحق. كلمة الأمثل ربما يأخذها الآخر أنه لا يوجد آخرين، لا بالعكس، لكن هو استحقاق انتخابي حقيقي ل 43 نائب من حزب تقدم.